أنا جهاد العنابي، سكان القويسمة، مشرف قسم لحوم في سي تاون سنة 2003-2005، وأسيستنت مانجر في الكارفور بالإمارات مول سنة 2007، وأسيستنت مانجر في العزيزية بندا من 2003-2005. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد جهاد العنابي. بداية يسعد مساء. أهلاً وسهلاً فيكم. كلك يسعد مساكم. كلك زاد. طبعاً سيد جهاد، في البداية وحضرتك صاحب ملحمة ومنشاوي فخر عمان. نعم. بالتحديد في عمان. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلاً وسهلاً فيكم. أهلاً. وشرفتونا. طبعا احنا ملحمتنا صار لها 3 ايام عمرها، يعني لسه احنا ما بلشنا 100%، لسه لا سويت افتتاح ولا سويت اي شيء. فعاد احنا حبينا نستغل انه نفوح الريحه في المنطقه، انه عندنا محل ملحمه ومشاوي. انا جهاد العنابي، سكان القويسمه، مشرف قسم لحوم في سي تاون سنه 2003-2005، وأسيستنت مانجر في الكارفور بالإمارات مول سنة 2007، وأسيستنت مانجر في العزيزية بندا من 2003-2005. طبعا اللحم كار واسع ومجاله واسع وابداعاته واسعة. عندك إشي اسمه عربي وإشي اسمه فرنجي، اللي هي مسميات فرنجية ومسميات عربية، هي نفس الإشي، بس إحنا بنحكيها عربي وبنحكيها إنجليزي، ما فرقت شيء. والإبداعات هاي بتيجي مع الحرفية، مع التكنيك، مع تطور العصر. يعني إحنا بنسويها بالأصل بالعربي، بس هي صارت بما إنه صار في سوشيال ميديا، يوتيوب وفيسبوك، كل هذا صار الزبون يعرف كل إشي. يعني صار يجي الزبون يقول لك أعطيني توماهوك أو أعطيني أنجوز أو أعطيني واجيو، كل هذا بده يكون متوفر في أي ملحمة بدها تفتح، بغض النظر هي ملحمة شرقية أو غربية أو شعبية أو مستوى عالي. اللي بده يفتح ملحمة بده يكون متوفر عنده كل شيء. نعم. يعني من الألف إلى الياء. نعم. عرفنا أكثر عن ملحمة فخر عمان، شو اللحوم المقدمة عندكم والخدمات الموجودة؟ والله إحنا حاليا مركزين على إشي اسمه اللحم الروماني والعجل البلدي، موجود عندنا خروف دبي، موجود عندنا خروف استرالي فاكيوم كتف، موجود عندنا كبدة عجل، سقط خروف اللي هو احنا بنحكي له سقط، ما بين مقادم الخروف، ما بين الكرشات، ما بين الروس، ما بين المعاليق، عندنا فوارغ، عندنا خصاوي، عندنا كلاوي، كل شيء بده يتعلق فيه عندنا معاليق، كل شيء بيتعلق في اللحمه بده نوجد داخل الملحمة. نعم. وعندنا قسم ثاني ان شاء الله بدنا نباشر فيه خلال اليومين الجايات، اللي هم قسم المشاوي كامل مكمل، ما بين الدجاج المشوي، الدجاج التركي، الدجاج التكة، عندك الكباب الأورفلي، الكباب الأضنة، الكباب الحلبي. بدنا نوجد 3-4 أنواع كباب عشان الزبون لما يفوت ندلله، يعني ندير بالنا عليه. وعندنا بالإضافة للحوم اللي ها منفصل الخروف، منطلع منه الإيدين، منطلع منه فخاد، منطلع منه ريش، منطلع منه عكاوي، منطلع منه رقاب، منفصل الخروف، وبيجي الزبون بيختار القطعة اللي هو بده إياها اللي بتناسبه لطبخته. يعني لو حب مثلا بده يطبخ منسف، بنعطيه مثلا إيد مع رقبة مع شقفة ريش، إشي طري، إشي زاكي، ينطبخ ويطلع معاه 100%. يرجع يقول لي يسلم ايديك على اللحمات اللي أعطيتني إياها. يكفي إنهم طريات وزكيات. بس برأيك أستاذ جهاد، شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم في مجال؟ أول إشي نوع اللحم اللي إحنا بنشتغل فيه. اللحم اللي إحنا بنشتغل فيه طبعاً ذبح مزرعتنا. بذبح وبنزل على المسلخ، بنعاين اللحم، بيجي الدكتور بعين اللحم، بيختم لنا إياه، بناخذ وصل بالحكي هذا، بنسحب حالنا، بنحط اللحم ببرادات وبنجيب لنا على الملحمة مباشرة، منحلقه ومنصفته بهالثلاجة زي ما انت شايفة هنا. خروف روماني ان شاء الله اليومين الجايات بدنا نجيب الخروف البلدي
لانه في توسع للثلاجات، الثلاجات طلعت صغيره بدنا نجيب ثلاجات ثانيه. نعم كل التوفيق. بس شو رؤيتكم مستقبل للمنحمد وشو حابين تعملوا قدام؟ ان شاء الله الله بيوسعها علينا وبتدحل امور الملحمه 100% زي ما بدنا، وبناخذ فرع ثاني وثالث، والله بيوفقنا زينا زي غيرنا. نعم. الارزاق بيد الله. نعم كل التوفيق. بس بالاصل شو اهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتوها بهذا المجال؟ هي التحديات كثير كثير كثير، يعني عندك اصناف كثيره كانت باللحمه، يعني زمان كان الخروف البلدي والعجل البلدي، هلا صار عندك اصناف كثيره، عندك خروف دبي، عندك خروف روماني، عندك خروف بلدي، عندك كتف خروف استرالي، عندك خروف استرالي، استرالي كبير استرالي صغير، في احيانا في اشي بيجي ذبح مش مزبوط او اشي بيطلع اللحم مش مزبوط، بدك تضطر انت تجمديه بشغله تانية او انك تتلفيه، او يعني بتعرض اللحم يومين ثلاثه، الرابع خلص مده اللحمه 5 ايام في الثلاجه، اكثر من 5 ايام خلص في اشي احنا بنحكي له مزيبق او معسل، فهمت علي؟ بيجي الزبون ما بنتبه، بس هي بترجع بينك وبين ربك، بينك وبين ضميرك وضميرك وبين ربك، يعني انك انت هذا اللحم ما بزبط انك تبيعيه، ما بزبط انك تبيعيه، بتمسكيه بتسوي فيه اتلاف وخلص تمام تمام، بعوض الله، يعني شو بده يصير، بلا من 10 ليرات بلا من 20، المهم سمعتك ضلها نظيف تمام. نعم ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستحب تقول له؟ والله صاحب الجلاله على العين والراس من فوق، يعني يستاهل كل الاحترام، والله يعطي العافية على الجهود اللي هو بيسويها بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب وبالنسبة لأهل غزة وبالنسبة لأهل فلسطين، وما شاء الله عنه يعني يحسد على اللي هو فيه، والله يعطيه العافية ويوفقه ويلا الأمام إن شاء الله إلى الأمام. نعم بس سيد جهاد أكيد في حتى لك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لحتى توصل لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله أول داعم اللي في الدنيا كلها أبوي وإخواني وعزوتي، يعني كلياتهم ما شاء الله عنهم، الله يا ربي يعطيهم الصحة ويعطيهم العافية، أنا بتشرف فيهم دائما وبرفع رأسي دائما في أبوي، أبوي هو قدوتي الأولى والأخيرة. بشكر سيد يوسف ابني أول واحد بكري، يعني طبعا ما شاء الله عنه، يعني إيدي اليمين، الحمد لله رب العالمين، صحته كويسة وأموره كويسة ومطاوع ومحترم وأديب، وتربيتنا الحمد لله رب العالمين، وبشكر زوجتي على وقفتها معاي من أول الطريق لغاية اللي إحنا فيه، لغاية الوقت اللي إحنا فيه، إن شاء الله الله بيوفقنا وبنضلنا مكملين أول بأول. وعمر، عمر الداعم الرسمي عمر. بس كيف ممكن أسأل المشاهدين التواصل مع ملحمة فخر عمان؟ تحكينا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. والله إحنا عمان القويزمة دوار بنك الإسكان سابقا مقابل عش الهنا بجانب أسواق فجر الأمل. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد جهاد عنابي على حسن استضافته لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك نور شاشتنا. أهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا في أي وقت وإحنا جاهزين أن ندعمكم ونمشي معاكم للآخر. كلك زوئي سيدك. أهلا وسهلا.